يلا بينا في تركية جديدة. النهاردة هنتكلم عن regular verbs في زمن الباست، الأفعال المنتظمة في زمن الماضي البسيط. أي verb لو عايز أخليه في الماضي وأنا عارف إن هو regular منتظم بحط له حاجة من التلاتة دول دي اي دي اي اي دي. هنقسمهم four groups، أربع مجموعات. لو الverb انتهى بالاي بس بحط له دي يبقى أنا كده جبت الماضي، زي baked خبزة. لو الverb انتهى بالواي لازم أشوف الليتر اللي قبله، لو كان vowel متحرك زي الـ A E I O U بسيب الverb زي ما هو وحط ed زي played لعبة. لو كان الverb انتهى بالواي ولقيت اللي قبله consonant حرف ساكن بنعمل omit للواي وحط ied زي studied ذاكرة. أي حاجة تانية بحط